مرض الصرع هو واحد المرض مزمن كيتعرف بتكرار نوبات الصرع، واللي كتكون ناتجه على واحد المشكل عضوي على مستوى الدماغ كيتسبب في واحد الخلل في النشاط الكهربائي في الدماغ. كيقدر هذا المرض هذا يكون عنده بزاف ديال المسببات، ما بينها العامل الوراثي، كيقدر يكون عامل تكوين الدماغ بصفة عامة بما فيه مثلا الأورام أو الندبات على مستوى الدماغ الناتجة على صدمات، تقدر تكون مثلا جلطات دماغية. من بين المسببات أيضا نذكروا الالتهابات على مستوى الدماغ بما فيها التهابات المناعتية أو التهابات الناتجة على الميكروبات. أيضا تغير نسبة بعض المواد في الدم كتقدر تسبب لنا في نوبات الصرع، كمثلا نقص الحاد في كمية في نسبة السكر أو لا تغير في مادة الصوديوم أو الكالسيوم. أعراض مرض الصرع أو النوبات ديال الصرع كتكون فيها جوج أنواع، دونك النوبة العامة أو لا النوبة المحلية. النوبة العامة يعني لا كريز جينيراليزي، غالبا مقرونة بفقد الوعي، دونك تقدر تبان على شكل أعراض حركية، يعني غالبا كتكون واحد نوبة توترية اهتزازية كتشمل حركات توترية، يعني تشنج عضلات الجسم كله، هي ليها حركات اهتزازية على مستوى الأطراف وكتليها حالة استرخاء. خلال هذه النوبة هذه كيقدر المريض مثلا يعض على لسانه، يقدر يكون واحد التبول لا إرادي، تقدر تختصر على حركة إما الحركة التوترية أو لا حركة اهتزازية ديال الأطراف أو لا على شكل قفزات سهو، اللي هي خلالها كيفقد المريض الوعي ديالو وكيبقى كيكون واحد كيشوف في الفراغ، ولكن هو فاقد الوعي وما كينقطع الاتصال مع العالم الخارجي ديالو. نمرو دابا النوبات البؤرية او الموضعية. اذا الشكل ديالها كيختلف على حسب النشاط الكهربائي الشد اللي عندنا، المصدر ديالو فين كاين، وبالتالي كيقدروا يكونوا عندنا اعراض حركيه موضعيه كتخص واحد المجموعه من العضلات، كما كتقدر تعطي لنا اعراض غير حركيه كاعراض على مستوى الحواس، يعني نقص في الشوف او لا في الاحساس او لا اعراض حسيه اخرى. كتقدر تعطينا اعراض على شكل احاسيس اللي هي مثلا بحال الاحساس في الخوف الغير مبرر واللي ما عندوش واحد التفاعل مع العالم الخارجي. قدر يعطينا اعراض عندها علاقه بالجهاز العصبي اللا ارادي، يعني كاحساس بالتقيؤ او لا ضغط او لا على مستوى الصدر او لا التعرق. التشخيص ديال مرض الصرع كيعتمد بالدرجه الاولى على الوصف الدقيق ديال نوبه الصرع اللي كتوجه الطبيب من نوع شمل نوع كنتعاملوا معاه من انواع الصرع، بالاضافه للحاله السريريه. اذا كنعتمدوا ايضا حتى على التخطيط الكهربائي للدماغ اللي من خلاله كنتعقبوا الموجات الكهربائيه الشاده اللي كتكون مسؤوله على هذا المرض، على هذه النوبه ديال الصرع، وبالتالي كتوجهنا ايضا على النوع اللي كنتعاملوا معاه ومكان الإصابة على مستوى الدماغ. كنقدروا نضطروا أيضا نحتاجوا للرنين المغناطيسي اللي كيحدد لنا نوع الإصابة والمكان ديالها. بعض المرات أيضا كنحتاجوا لبعض التحليلات على مستوى الدم. إذا هذه المعلومات كلها بما فيها الوصف ديال النوبة، بما فيها النتيجة ديال التشخيصات، يعني الشبكه ديال الراس اللي كنسميوها باللغه الدارجه والرنين المغناطيسي، وايضا حتى المسببات. هاد المعلومات كلها هي اللي كتحدد لنا لو سيندروم ايبيليبتيك او النوع ديال مرض الصرع اللي كنتعاملوا معاه، وبالتالي هاد الشيء هذا كيسمح لنا نحددوا شنو هو الدواء المناسب لكل نوع من انواع الصرع.
وايضا كتعطينا فكره حتى على التطور الطبيعي ديال هذا المرض مع الزمن مع الوقت، واش غادي يختفي، واش غادي يتزاد، واش التطور ديالو اون جينيرال، سيتادير اون برونوستيك، اون ايدي سور لو برونوستيك ديال لا مالاد. العلاج ديال مرض الصرع هو كيعتمد على ادويه اللي كتحاول تحد لينا من نوبات الصرع. دونك عندنا بزاف ديال الادويه، كما قلت كل دواء كيناسب نوع من الصرع. بعض المرات كنقدروا نلتجؤوا للجراحه في حاله ما كانت استجابه للادويه، وبالتالي كنحاولوا نستأصلوا المنطقه اللي مسؤوله على هذا النشاط الكهربائي الغير طبيعي. النصيحه اللي غادي نعطي للمشاهدين هو انهم يلتزموا بالدواء ديالهم طبعا بواحد الطريقه منتظمه، وبان اختفاء النوبات بالدواء ما كيعنيش بان المرض اختفى، هذاك النوبات وقفت لان المريض كياخذ الدواء، يعني يقدر مجرد اننا نحبسوا الدواء يعاود يرجع يبان لنا على الكريز. ثاني حاجه هو كنصحهم بانهم يتفاداو كاع العوامل اللي تقدر تسبب لنا في ظهور النوبه، بما فيها السهر في الليل، بما فيها اخذ منشطات يعني التدخين او المخدرات او الكحول، بما فيها التعرض للاشعاعات يعني اشعاعات التلفاز ولا زيكرون، وطبعا علاج الحمى في اقرب وقت، لان هذه الحمى هذه كتقدر تسبب لنا في ظهور النوبه.